تمام. الفصل الخامس تفكير نقدي. أول حاجة عندي الفصل ده بيتكلم عن أهمية، بيتكلم عن القراءة النقدية عموما. فأنا عندي أول حاجة هبدأ بيها أهمية القراءة النقدية. بيقول لك بعد التطور اللي احنا وصلنا له، وإن كمية المعلومات اللي زادت في الكون وكمية المقالات اللي بنقراها، سواء احنا مش عارفين هي صح ولا لأ، فالموضوع أصبح ملح أكتر إن أنا لازم أعرف، يعني إن أنا أقرأ قراية نقدية. فعشان كده القراءة النقدية بتساعدك على ان انت تفهم النص اللي قدامك، تعرف تتفاعل معاه وتفهم الشخص ده ميوله ايه، تعرف الشخص ده عايز يوصل لايه في الاخر، ايه الرسالة الخفية اللي هو عايز يقولها، يعني عايز يوصلها لنا، تعرف تفهم المحتوى وتعرف تلم وتعرف تلخصه والكلام ده كله. فلو هو جاب لي في الامتحان اهمية القراءة النقدية، فهجيب الصفحة دي والصفحة دي. فبعد كده بيقول لي مهارة القراءة. مهارة القراءة هي بتتقسم لحتتين، حتة هي عادية جدا، حتة عمليات بسيطة جدا، وحتة عمليات أكثر تعقيدا، وإحنا كلنا بنعملها تقريبا. أول حاجة هي التعرف، إن أنا أعرف إن أنا أنطق الحرف، إن أنا أعرف أنطق الكلمة بس، هو ده كده التعرف، هو دي أبسط مهارات القراءة، إن أنت تقدر بس إنك تنطق الحرف، تعرف تطلع الصوت، الكسرة، الفتحة، الضمة، الحاجات دي كلها، السكون، دي كلها بتكون تحت عنوان التعرف في مهارات القراءة. تاني حاجة هي فهم النص. فهم النص هي تعتبر اكثر تعقيدا شويه، ان انت تعرف معنى الكلمه، تعرف معنى الكلمه لوحدها، تعرف معنى الكلمه في الجمله، الكلمه دي بتدل على ايه، والمعاني المختلفه للكلمات. يعني مثلا كلمه عين او عين، يعني هي بتدل، هي عين اللي هي اللي بنشوف بيها، ولا عين بتاعه الميه، ولا عين اللي هي حرف اصلا، الكلام ده كله. وتعرف الافكار اللي هو الموجوده في النص ده، وتعرف تفكر بين الفكره الرئيسيه والفكره الثانويه اللي فيها. والفهم بيكون فيه مستويات، بيبدا بالبسيط خالص ويفضل يتعقد. اول فهم هو الفهم الحرفي، يعني ايه؟ انك تعرف تقرا المعنى الحرفي، تعرف يعني انك تعرف اصلا المعنى الحرفي للكلمه، وان انت تعرف الافكار الرئيسيه والثانويه، وازاي يعني، والدنيا هو مسلسلها لك ومرتبها لك ازاي، وتوصل وتعرف ايه النتائج في الاخر من الكلام اللي مكتوب قدامك، وتعرف ايه الشخصيات والكلام ده. ده كده اسمه الفهم الحرفي، اللي انا من غير ما افكر انا عرفت ايه الحاجه. يعني انا بقرا الحته دي، فبيقول لي فالنتيجه هي كذا كذا، فانا لما افهم فهم حرفي هعرف ان النتيجه هي كذا كذا كذا. بعد كده الامور تتعقد شويه، في حاجه اسمها فهم استنتاجي، معناها ان انا يديني شويه معطيات ويديني شويه حاجات وانا اطلع له باستنتاج، ده كده فهم استنتاجي، انا كده بشغل دماغي شويه. ثالث فهم هو الفهم التقييمي، يعني انا بعد ما اقرا المقال ده اقيم الراجل ده ايه الغلطات اللي وقع فيها مثلا، اعمل مقارنات بين الكلام اللي هو قاله، اقول أس ادي ادله بحيث ان انا اثبت ان مثلا الكلام اللي هو قاله ده صح او غلط كده. وفي نفس الوقت الاستنتاجات والكلام ده كله، وان انا اعرف ان انا اخد قرار او حكم بان الشخص ده مثلا مفكر ناقد او مش مفكر ناقد كده. الفهم الرابع، طبعا احنا قلنا ان كل مره ال اسمها الطريقه بتاعت الفهم او عمليه الفهم دي بتزداد تعقيد وبتزداد صعوبه. فالرابع حاجه عندنا هي الفهم التذوقي، معناها ان انا اعرف، هي بتكون في الادب والنصوص الادبيه اللي عندهم، اللي هو الناس اللي عندهم مواهب ادبيه والكلام ده كله، بحيث ان انت تعرف تنقي وتطلع مواطن الجمال اللي موجوده في المقال اللي قدامك او في القطعه اللي قدامك او في الكلام اللي قدامك، وتعرف ايه برضو الاماكن اللي فيها نقط ضعف في المظاهر الجمال للكاتب اللي قدامك. خامس حاجه وهي المفروض ان هي اعلى فهم، يعني هو الفهم النقدي، ده اللي هو اكثر تعقيد، اكثر مهاره تعقيدا، بحيث ان انت لازم ان انت مش بس تعرف الافكار، لا انت تناقش الافكار دي وتاخد رأي، يعني وتقول لا الافكار الفكرة دي تعرف ان انت تتكلم عليها، تقول هي صح ولا لا، ايه الصح فيها وايه الغلط فيها، تعرف ايه هدف الكاتب من الموضوع، ان هو اللي هو عايز يوصله، هو توجيهاته الفكرية، يعني هو مثلا منتمي لمؤسسة معينة، او هو بيحب مثلا بلده، هو مسلم مثلا، هو مسيحي كذا، وان انت تعرف تحكم على البناء بتاع النص سواء الفكري او الادبي. فهنا في تعريف للقراءة النقدية. القراءة النقدية هو نشاط عقلي احنا كقارئين بنعملها، واحنا بنتفاعل مع الحاجة اللي احنا بنقراها، وبنحاول نفهمها ونستوعبها، وبنشوف قد ايه منها صح وقد ايه منها منطقي والكلام ده كله. فده اسم القراءة النقدية. فهي قدرتك انت على انك تحلل المادة اللي قدامك، او تحلل الكلام المكتوب قدامك وتفسره وتحكم عليه في حدود المعايير اللي احنا كنا قلناهم في الفصل التالت لو فاكرين، اللي هو المنطقية والبعد والربط والحاجات اللي احنا قلناها كتير دي، والتفريق بين الحقيقة والرأي والكلام ده كله، وانك تفسر الحاجة والبراهين اللي هو متقدمها لك. وبيقول لك حسين السيد عرفها، عرف القراءة النقدية على اساس ان هو القارئ بيقوم بأدوار معينة في النص. بيقول لك ان هي عملية ذهنية تأملية يتفاعل فيها القارئ مع النص المقروء،
حتى يصل القارئ إلى الدلالة التي تعبر عن المعنى الكامن في البنية العميقة للنص فيفسر النص. هو نفس الكلام اللي فوق، احنا بنجيب النص بنحلله بنشوف ايه صح ايه غلط، ايه لا ده انت هنا انت بتكذب، انت هنا انت صح، او اللي هو انت هنا مش منطقي هنا انت منطقي، واعرف ان انا انقد، واعرف ان انا اقول لا انت هنا الحتة دي فلتت منك شوية، الكلام ده كله، واعرف ان انا اطلع نتائج من الموضوع ده، اطلع استنتاجات من الموضوع ده، سواء ان هو ايه هدف الكاتب او ايه ميوله والكلام ده كله. وعلى كل اللي احنا قلناه ده، فكل ده بيتفق ان القراءة النقدية تتضمن عمليات، تتضمن عمليات التفكير العليا. لو ايه لو مش فاكرين عمليات التفكير العليا، فكان في عمليتين تفكير، الاساسية اللي هي الاولى والعليا اللي هي التانية. الاساسية دي اللي هي زي الفهم والحفظ والمقارنة والكلام ده كله، الحاجات اللي احنا بنعملها اصلا. العليا هي التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، الحاجات اللي هي بتحتاج شوية ابداع وتعرف ان انت تصدر حكم وتقول رأيك في الحاجات المكتوبة قدامك. طب ايه الخطوات بقى؟ الخطوات هي شبه الخطوات اللي هي كان بيقوم بيها المفكر النقد. فاكرين لما قلنا مثلا ان احنا في قسم وفي جريمة، فانا هسأل مين اللي قتل، وبعد كده ادي فرد، وبعد كده اجمع المعلومات، وبعد كده اقيس بقى واشوف الفرد اللي انا فرضته ده ايه نظامه، يعني اشوف مدى صحته، وبعد كده اقطع بالاستنتاج. هو نفس الكلام، هو بيقول لك مرحلة طرح التساؤلات والشكوك، وبعد كده افتراضات، وبعد كده معالجة المعلومات اللي انا جمعتها، وبعد كده هختبر الفرضية اللي انا فرضتها اللي هي صح ولا لا، وبعد كده وبعد كده هطلع باستنتاج معين او اطلع بحكم معين. بقول لك ان عمليه القراءه النقديه لا تنفصل عن التفكير النقدي في اي مرحله من مراحلها. عشان اقرا قرايه نقديه، انا محتاج يكون عندي شويه مهارات. هو كتبهم قدامنا، منهم اللي هو تحديد الافكار الرئيسيه، كذا حاجه، اميز بين الحقيقه والراي، اميز بين السبب والنتيجه، ايه الحاجات اللي ملهاش لازمه هو حاططها انا ممكن ان انا اشيلها، اعرف اعمل الكلام ده، اقارن المعلومات اللي هو قالها، اقيم النص سواء في ان هو في يعني هو مكتوب ازاي او هو بيتكلم عن ايه، الفكره بتاعته، الكلام ده كله. فهو لو جاب لنا ايه المهارات بتاعت اللي تتطلب ان انا يكون عندي قراءه نقديه، فانا هفتح الصفحه 177 178 واشوفها، عشان بس ما نضيعش وقت في قرايتها. في شويه حاجات عشان تنمي بيها المهارات اللي احنا قلناها من شويه، عشان انت محتاج مهارات عشان تقرا قرايه نقديه، ففي طرق ان انت ممكن تزود بيها. اول حاجه هي استراتيجيه التساؤل الذاتي، يعني وانت بتقرا تقعد تسال نفسك، يعني مثلا انت مثلا قريت جمله بيقول لك احمد قتل محمد، فانت هتسال سؤال لنفسك وانت بتقرا، طب احمد قتل محمد ليه؟ يعني هل احمد كان له علاقه بمحمد؟ تقعد تسال الاسئله دي. انت كده بتقرا قرايه نقديه، طبعا مش على الجمله دي، هي بتكون فكره، بيكون قصدي مقال او فقره كامله. تاني طريقة أو تاني وسيلة هي استراتيجية التخاريط الدلالية. إن فاكرين يا جماعة اللي هو الحاجات اللي إحنا كنا بنرسمها زمان في ثانوية عامة أو في أي سنة من السنين، اللي هو مثلا لو عندي كذا شخص، يعني عندي شخصيات كتير أوي في قصة معينة، فأقوم جايب مثلا إن الجد الكبير خالص خلف مثلا ولد، الولد ده اتجوز البنت دي، هما الاتنين خلفهم مش عارف إيه، الحفيد ده يكون أخو مش عارف إيه من مرات مش عارف مين، الكلام ده كله. انا برسم خريطه او برسم حاجه بتبين لي الشخصيات، بتبين لي الافكار المكتوبه، بتبين لي العلامات المهمه. استراتيجيه العصر الثاني معناها ان انا افضل اقول، افضل اعمل افتراضات كتيره قوي، وفي الاخر اشوف هي ايه، يعني ايه الصح منها وايه الغلط منها، ان انا اعالجها بمعنى اصح، واختار الافتراضات اللي انا اقولها. دي كلها طرق عشان تنمي مهاره او مهارات القرايه النقديه. النموذج التوليدي، احنا كلنا بنبقى قاعدين بقى ونقعد نتناقش في الموضوع ده، وان كل واحد يقول رأيه، كل واحد يقول فكره عن الموضوع ده، سواء بيننا احنا كطلاب او بيننا احنا والمعلمين. التصور الذهني ان انا مثلا لو انا اتقال لي ان كان في الشارع احمد عبد العالي مش عارف ايه، كان يوجد عمارة قديمة بها يسكن بها الست مش عارف شيماء، وكان هناك صبي اسمه احمد، فانت تسمع الكلام ده بتكون قصة. كلنا بنعمل كده لما بنقرأ اي كتاب، او يعني كلنا بنعمل كده لما نقرأ اي كتاب او نقرأ اي قصة، فاحنا بنتخيل الكلام ده على حاجه مثلا احنا عارفينها، بتتخيلها على الشارع مثلا بتاع بيتك، او على شارع انت شفته شبه الكلام اللي بيتقال ده. فدي طريقه برضو عشان تزود مهارات التفكير النقدي عندك، التصور الذهني، ان كل واحد مستعين بذكرياته او مستعين بخبرته ان هو يتخيل القصه او الفكره. التفكير السابر هو ان انت وانت بتقرا تفكر، يعني تقرا بدقه قوي، وتشوف الكلام اللي هو ما بين السطور والحاجات دي، بحيث انك توصل لاستدلالات، او انك تستخدم الحواس في ادراك الموقف، او انك تربط نتائج الملاحظه بخبراتك انت. يعني انت مثلا كان عندك يعني النتائج ان مثلا المخدرات وحشه،
فانت تربطها، تحاول تربطها بخبراتك انت الشخصية، وبعد كده تقول بقى مقترحات او استنتاجات. يعني مثلا مخدرات وحشة، فانت كان حصل لك موقف ان انت كان مثلا اتعرض لك تشرب مخدرات، بس انت عملت حاجة فانت ما شربتش مخدرات، فانت كده بتحاول توصل مثلا لحل المشكلة او مقترحات او لاستنتاج معين، ان مثلا اللي بيقعد مع شلة مثلا وحشة لمدة سنتين ده مثلا، انا بعد كده بطلع باستنتاج مثلا بيشرب مخدرات كده. دي كلها طرق ان انا ممكن انمي بيها مهارات التفكير النقدي. في حاجة بقى احنا قلنا قراية نقدية، في بقى حاجة اسمها التحليل النقدي، هو بتبص عليه سواء في عمل ادبي او سواء في عمل فني او عمل علمي اي حاجة. في تحليل نقدي، تعمل تحليل نقدي، في خطوات معينة لازم تعملها. اول حاجة لما تيجي تكتب يعني اللي انت بقى بعد ما خلاص خلصت وعملت تحليل، تكتب الكلام اللي في دماغك. اول حاجة بتكتب اسم العمل واسم الشخص اللي كتبه، فكرة تاريخ النشر ومخطط العمل اللي هو الحاجات الأفكار اللي هو قالها يعني. بعد كده تكتب الهدف والحاجات دي كلها، يعني ما تاخدش ان احنا هنكتب حاجة زي كده. بعد كده تكتب ملخص للمقال او الموضوع ده، وتقول كل فكرة أساسية هي موجودة فيها، بحيث ان اي حد ما قراش المقال نفسه يفهم الموضوع بيتكلم عن ايه. تكتب بقى الشكل بتاع المقال هيبقى عامل ازاي، تكتب متن التحليل يعني ايه، يعني انت مثلا حللت الشكل مثلا ايه عامل ازاي، طب المضمون، طب هل البتاع ده فعلا يعني في الجون يعني، يعني هل الكلام اللي هو قاله ده صح وحلو ومرتبط 100% بالموضوع نفسه. انت بتقيم الحاجات دي باسلوبك انت او بالتحليل اللي انت عملته يعني. بعد كده بتكتب خلاصة بتحتوي على هدف التحليل، ان انت مثلا ان حصل مشكلة مثلا، ان ناس كتير صدقت الكلام ده او ناس كتير اقتنعت بالكلام ده فحصل مشكلة، فده هدف التحليل اللي انت عملته، وشوية نصايح او توجيهات للشخص اللي بيقرأ التحليل بتاعك ده والحاجات دي كلها، وتكتب اسم المراجع اللي هو قال عليها عشان ما تظلموش. فبيقول لك ان هو في فرق بين التحليل النقدي والكتابة الوصفية. الكتابة الوصفية ده اللي هو زي اللي كنا بنكتبه في التعبير، اللي هو مين اللي كتب وايه النتائج وايه بقى النصايح والحاجات دي كلها. لكن التحليل النقدي هو ان انا بكتب حاجات ببين فيها نقاط مثلا قوة وضعف الشخص اللي كاتب دي، ببين فيها مواطن جمال مثلا الحاجات المكتوبة، بشرح فيها الموضوع وبقول الافكار الرئيسية وبقول رأيي فيها، او يعني بقول رأيي مثلا اللي هو المعارض ورأيي اللي هو الموافق كده. وهو التحليل النقدي بيقول لك تقييم العمل وفقا لمعايير المصداقية والترتيب والتنظيم والحاجات دي كلها، يعني بيكون في معايير معينة لازم ان انت وانت بتعمل تحليل نقدي تكون ماشي عليهم عشان يطلع التحليل ده تمام يعني. فعشان كده الناس وهي او احنا يعني واحنا بنكتب تحليل نقدي لازم ننتبه ان الوصف اللي احنا بنوصف بيه المقال او الكلام اللي اتكتب ده جزء من التحليل النقدي، بس هو مش كل حاجة، هو مجرد بداية وتوضيح قبل ان انت بقى تدخل بقى في المعاميع يعني. فعشان كده بيقول لك انت ما ينفعش توصف بس العمل في التحليل النقدي. فهو ده الفرق بقى بين التحليل النقدي والكتابة الوصفية، يعني انت مش بتوصف بس العمل، بيقول بقى انت بتقرا مش عارف ايه النص ده وتطالع بالحاجات اللغوية والبلاغية اللي فيه والجمالية والكلام ده كله يعني. تاني حاجة بقى احنا قلنا التحليل النقدي فيه عناصر ليه، يعني انا بحلل فيه عناصر التفكير النقدي، التحليل النقدي قصدي. اول حاجه لازم يكون العمل منظم من حيث الناحيه الخارجيه او الناحيه الداخليه، يعني ما يكونش انت بتتكلم عن فكره معينه وبعد كده تتكلم عن فكره ثانيه وتخش تكمل بقى في الفكره اللي انت كنت بتتكلم عليها فوق خالص، يعني انت لازم تكون مرتب منظم. المقدمه بتوضح ايه الموضوع ده بيتكلم عن ايه وايه هدفه، كلام يعني التحليل ده هيبقى جواه ايه، حاجه زي الريبورت لما كتبنا انترودكشن والكلام ده كله، كل ده جماعه في الشكل يعني. كل اللي انا كنت قلته ده اللي هو المقدمه والتنظيم والكلام ده كله في الشكل. هما في ثلاث عناصر تقريبا، في ثلاث عناصر، الشكل والمضمون وفعاليه العمل. اول حاجه الشكل، ان لازم يكون في مقدمه وفي بقى اللي هو الكلام اللي في النص اللي هو اسمه متن، باين متنميه متن حاجه كده يعني عموما، ويكون في ملخص او النهايه في الاخر ان انت بتختم بيها الختام يعني، ويكون الموضوع منظم، تبين هدف والموضوع ده بيتكلم عن ايه والحاجات دي في المقدمه. ولكن ما ينفعش يكون يعني الشكل ده تمام لو ما فيهوش مقدمه او المتن او الخاتمه والنتائج، ده معناه ان العمل ده غير فني، او هو مش عارف هو كاتب بين قوسين العمل الغير فني. المضمون، هل الكاتب ده التزم بالكلام اللي هو قاله في الاول، ان هو مثلا قال في الاول احنا هنتكلم عن كذا وكذا وكذا وهنشرح كذا وكذا ونتعمق كذا وكذا، هل هو عمل كده فعلا؟
او ان هو مثلا بيتكلم عن مشكله معينه فعلا هغطي كل جوانبها، هل هو فعلا غطى كل جوانبها؟ ثالث حاجه فعاليه العمل، فعاليه العمل لازم يكون في هدف من الكلام اللي انت بتكتبه ده، او لازم انت توصل في الاخر لحاجه معينه بحيث ان هي تبقى نصيحه او ارشادات بتقولها للشخص اللي بيقرا. هل اللي بيكتب ده وهو بيقول المعلومات بتاعته ادى ادله او ادى مصادر؟ هل هو كان يعني مثلا هو في كلام كتير كبير قوي هو قراه فقام واخد جزء منه بس على اساس ان ده اللي هو ده كان كل المقال اللي اتكتب؟ هل هو كان صادق يعني في مصداقية او امانة في الكلام اللي هو كان بينقله؟ وهنا المحلل النقدي ممكن ان هو يقول رأيه ويطلع كل اللي جواه فيقيم العمل على اساس الحاجات اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنها بحيث الشكل والمضمون والفعالية العمل. وطبعا ده بيكون تبع خبرة، يعني بيكون يندرج تحت، يعني بيكون مترتب على خبرته في الحاجات اللي هو قراها مثلا قبل كده، او خبرته في الموضوع نفسه اللي هو الكاتب اصلا في الاول كان بيتكلم عليها. فبيقول لك الخلاصة ان اللي بيحلل ده هو بيقيم الكاتب على اساس الحاجات اللي هو قال ان هو مثلا هيعملها في الاول سواء هو عملها او لا، بعد كده يخش جوه المضمون نفسه ويشوف هل هو الكلام ده كان صح ولا لا، ويتأكد من هل العناصر الأساسية مترابطة ببعضها، هل الكلام اللي هو بيقوله ده يعني ليه علاقة بالمشكلة أو بالموضوع اللي هو بيتكلم عليه، ولا هو دي مجرد كلام وخلاص. فهنا أول حاجة يعني قراءة نقدية تتطلب فقط الإحاطة بالمقروء. طبعا لا، انت مش بتقرا بس الكلام المكتوب او تشوف هو ايه نظامه، لا انت بتشوف الشكل مثلا من بره الكلام ده كله، فالاجابه هنا ان شاء الله خطا. القراءه النقديه تتكون من مستويات التفكير العليا طبعا، لو فاكرين يعني لما كنا قلنا ان هي التحليل والتركيب والكلام ده، وعشان نتاكد هي موجوده في صفحه 177 فوق خالص، هو على هيئة الطاقة التعريفات على القراءة النقدية تتضمن عمليات التفكير العليا اللي هي التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، فالإجابة هنا صح. السؤال التالت بيقول لي الكتابة الوصفية تقييم العمل وفقا لمعايير المصداقية والترتيب والتنظيم. لا، لو فاكرين لما كنا بتقارن بين الكتابة الوصفية والتحليل النقدي، كان التحليل النقدي يعني الكتابة الوصفية هو أنا مجرد بس باخد الكلام المكتوب وألخصه، بس أقول الأفكار بس اللي فيه وألخصها من غير أي كلام تاني. اما التحليل النقدي هو اللي كان ان انا بقيم العمل من حيث شويه معايير زي لما قلنا الشكل والمضمون والحاجات دي كلها، فالاجابه هنا خطا. تساعد القراءه النقديه الافراد على الاستقلال في الراي، وانا عارف ان انا ما قلتهاش بس هتيجي تفتح الكتاب لما قلت لما نشوف ايه هي النتائج او ايه اهميه القراءه النقديه، فنفتح الكتاب صفحه 174. فتاني نقطة بيقول لي تنمية ثقة الفرد بنفسه وبقراراته ومساعدته على تكوين شخصياته المستقلة ولا تميز عن غيره والكلام ده كله، فما يكونش مجرد تابع للأفكار والآراء اللي تتقال، هو يكون ليه هو فكرة. السؤال الخامس، تعد مرحلة معالجة المعلومات أول مراحل القراءة النقدية؟ لأ، أول مراحل كانت طرح الأسئلة وإثارة الشكوك والكلام ده كله، فالإجابة هنا خطأ. السؤال السادس، تعني استراتيجية العصف الذهني طرح الكثير من الأفكار والافتراضات حول النص المقروء؟ فهنا انا مش فاكر العناوين كانت ايه، بس انا فاكر احنا لما اتكلمنا عن الطرق اللي انا انمي بيها مهارات التفكير التحليل النقدي، فنفتح الصفحه سوري مهارات القراءه النقديه، فنفتح الصفحه رقم 178 هلاقي طرق ووسائل. هو قال لي ايه؟ بيتكلم بيسال عن العصف الذهني، فانزل عند العصف الذهني اللي هي تعني طرح الكثير من الافكار والافتراضات، فالاجابه صح. تهتم استراتيجية نقط بالعلاقة بين الأفكار الرئيسية والفرعية في النص. لما كنا قلنا إن لما أنا كنت بعمل برسم حاجات عشان أجيب العلاقة بين الشخصيات، لو الشخصيات اللي عندي مثلا في القصة كتير وكده، فدي اللي هي كانت اسمها استراتيجية الخريطة الدلالية. فهي إن شاء الله هنشوف الآخر الإجابات إيه صح وإيه غلط. عملية القراءة الناقدة تفرض على القارئ درجة عالية من اليقظة الفكرية والموضوعية. طبعا صح، لما قلنا ان هو كان لازم ان هو يكون مركز ولازم ان هو يكون دقيق ويشوف الحاجات اللي هي الصغيرة دي، فان شاء الله الاجابة صح، بس برضه على السؤال ده عشان مش متأكد منه شوية. في نقط، يتم طرح الموضوع للنقاش بين الطلاب وتبادل الافكار فيما بينهم. دي كانت اللي هي لما قلنا ان احنا بنتبادل الاراء مع بعض من طرق اللي هي التواصل، يعني سوري من طرق تنمية المهارات. فنفتح صفحة 179 هنلاقي ان هي النموذج، لا سوري، نموذج التوليدي. بس انا مش هحفظ الاسماء، انا فاكر ان انا كان في حتة بتقول ان احنا كلنا نتناقش سواء مع المعلم او مع الطلاب وكده، فافتح والاقي ان هي النموذج التوليدي. في الفهم التقييمي يستطيع القارئ المزج بين المعطيات التي وردت في النص وخبرته الشخصية. فانا برضو فاكر ان انا كنت اتكلمت على الموضوع ده بحيث ان انا اخد المعطيات وان انا
اطلع انا النتائج او اطلع انا استنتاجات. فانا فاكر فهدور عليها دلوقتي في الكتاب، فهفتح صفحة 175 هلاقي المهارات بتاعة القراءة، سوري الفهم بتاع المستويات قصدي، يعني في مستويات للفهم اللي ما قلنا، اللي هي اول حاجة انت بس بتفهم اللي هو الفهم الحرفي، اللي انت تفهم الحرف معناه ايه، تدرك الافكار اللي هو الشخص عايز يوصلها لك والنتائج والحاجات دي. فهو بيقول ان انت تمسك بين المعطيات والكلام ده، فهو الفهم الاستنتاجي. انا فتحت الكتاب وبصيت عليها عشان مش فاكرها، بس انا فاكر ان هي كانت موجوده، فاكر ان احنا اتكلمنا عليها، فبدور فيها. ده بيسهل لي بقى، فان شاء الله الاجابه بس ثانيه. لا ده الفهم الاستنتاجي مش التقييمي، الاجابه خطا. بس الفهم الاستنتاجي هو الفهم اللي انا بمسك فيه من المعطيات واطلع استنتاجات وكده من خبراتي الشخصيه والنص. بيقول لك لا يوجد فرق بين التحليل النقدي والكتابه الوصفيه. طبعا خطا، احنا قعدنا نقول فروق بينها كتير. الكتابه الوصفيه اللي هي انا بجيب النص والخصه على طول من غير بقى ما بدع فيه. التحليل النقدي اتكلمنا طبعا عليه كتير، فالاجابه هنا خطا. يعد نقط ابسط مهاره من مهارات القراءه، حيث تتمثل في قدره القارئ على التعرف على ما تدل عليه الرموز المكتوبه ونطقها. لما قلنا ان انا بعرف بس الحرف ده انطقه ازاي، الكسره الضمه الفتحه، فاجيب الكتاب عشان حوار الاسماء، لما انا مش حافظ انا الاسماء فاجيب الكتاب. هو ده كان التعرف، مهاره التعرف اللي هي لما يعني صفحه 175 مهارات القراءه. تنقسم مهارات القراءة لفئتين لما قلنا التعرف والفهم النص. التعرف ده كان أبسط حاجة، وفهم النص ده كان أكثر تعقيدا. فهم النص إن أنا أشوف الاستنتاجات وإيه النتائج وإيه الحاجات دي كلها. يعد نقطة أكثر مهارات القراءة تعقيدا، سبحان الله الله سائلها حالا، فهي فهم النص. وفهم النص هو اللي بيتقسم لكذا حاجة، اللي هو الفهم الحرفي والفهم التقييمي والفهم النقدي والفهم الاستنتاجي والكلام ده كله. يقف القارئ النقدي عند حد عند حد المعاني الظاهريه للنص. طبعا القارئ النقدي بيشوف المعاني اللي هو الشخص ده الكاتب ده عايز يوصل لايه في الاخر. يكتفي في المقالات التحليليه النقديه مجرد وصف العمل الفني. يعني ايه يكتفي في المقالات التحليليه النقديه مجرد وصف؟ لا انت مش بتوصف بس العمل الفني، انت بتوصف الشكل والمضمون اللي هو المتن والحاجات دي كلها، فالاجابه خطا. انا مش بوصف بس العمل الفني. ماشي، في واحدة صح، رقم غلط قصدي، رقم 13. رقم 13 نشوف ايه رقم 13 دي. قال لك يعد نقط اكثر مهارات القراءة تعقيدا، حيث يتطلب مناقشة الافكار وترجيح احداها والتدليل على صحة هذا. اوبا ثانية كده، انا اتسرعت جدا، معلش يا جماعة. دي مش من هي دي اكثر تعقيد، يعني مهارة الفهم فهم النص كانت اكثر تعقيدا من مهارة التعرف، لكن كانت الاكثر تعقيدا خالص هي اللي يعني لما تيجي تفتح بقى صفحه 176 هتلاقي الفهم النقدي. مش عارف انا ازاي عملتها غلط دي. هو اكثر مهارات القراءه تعقيدا، حيث يتطلب الامر ليس فقط التعرف على الافكار والكلام ده، بل انا اشوف الكلام ده صح ولا لا والحاجات دي. فمعلش هي هتبقى الفهم النقدي مش الفهم النص، لكن الحمد لله يعني باقي الاجابات صح. حتى السؤال اللي علمت عليه ده، عملية القراءة النقدية تفرض على القارئ درجة عالية من اليقظة طبعا، عشان يكون اللي هو دقيق ويشوف المعاني الخفية الكاتب ده عايز يوصلها. وشكرا.